بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة التعليمية التعلمية. اليوم إن شاء الله سنتناول درسا جديدا بعنوان حرف الميم مع السكون. إذن الميم مع السكون تقرأ أم أم. حرف الميم مع السكون تقرأ أم، سواء كانت منفصلة عن الحرف الذي قبله أو متصلة مع الحرف الذي قبله. نعطي بعض الأمثلة. قم حن قم حن قم حن. أم جا دن أم جا دن أم جا دن. نم لا تن نم لا تن نم لا تن. ميم حا تن ميم حا تن ميم حا تن. رم حن رم حن رم حن. دم ع تن دم ع تن دم ع تن. تم ساحن تيم ساحن تيم ساحن. أم ثالن أم ثالن أم ثالن. لوم جا تون لوم جا تون لوم جا تون. إذن أعيد. إذن حرف الميم مع السكون أي عليه علامة السكون يقرأ أم أم. قم حن قم حن قم حن. أم جادٌ أم جادٌ أم جادٌ. نم لا تن نم لا تن. إذن دائما الحرف الساكن
يقرأ مع الحرف المتحرك قبله لأنه يشكل معه مقطعا صوتيا. لا نقرأ قا ثم م ثم حن، ولكن نقرأ الحرف الساكن دائما مع الحرف الذي قبله. قم 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 قمح، أمجاد، نملة، مم حات، مم حات، مم حات، رم حن، رم حن، رم حن، دم عات، دم عات، دم عات، تم ساح، تم ساح، تم ساح، أم ثال، أم ثال، أم ثال، لم جا تون، لم جا تون، لم جا تون. وبهذا نكون قد أنهينا درسنا هذا، وإلى درس جديد بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.